أهلا بكم إلى جولة جديدة عبر صفحات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم الاثنين، ونستهلها من جريدة اليوم المغربي، وهذا العنوان: الذكرى 22 لعيد العرش، تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم بسبب كوفيد-19. وكتبت اليومية: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضع الصحية، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى 22 لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين. إلى جريدة المساء التي عنونت: الداخلية تستنفر الولاة والعمال لتشديد الإجراءات الاحترازية. وفي التفاصيل نقرأ: وزارة الداخلية استنفرت من جديد الولاة والعمال بعدد من المدن الكبرى بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات بكورونا، وتم تأكيد على ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية. وصدرت التعليمات نهاية الأسبوع المنصرم بعد تسجيل حصيلة كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد. ونختم مع يومية رسالة الأمة: لتسريع الوتيرة، وزارة الصحة تبقي مراكز التلقيح مفتوحة طيلة أيام الأسبوع. وقالت رسالة الأمة: إنه بهدف الحد من الارتفاع المتزايد بعدد الإصابات بكوفيد-19، اتخذت وزارة الصحة مجموعة من الإجراءات الاستعجالية، ومنها عدم إغلاق مراكز التلقيح إلى غاية 8 مساء طيلة أيام الأسبوع ابتداء من يوم أمس.